حاجة، تعالى يا بيه، تعالى شوف الفاكهة الطازة اللي مفيش زيها في السوق أبدا. عندي الموز والمانجي والبطيخ والتفاح وكل حاجة، كل حاجة طازة جايبها من الغيط بتاعي وجاي. يلا يا هانم، والله كل حاجة حلوة من الغيط جايبها ومجاية حالا من البلد. يلا جربوا جربوا، وسعر مش هتلاقوه في السوق كلاته. يلا بقول لك ايه يا حلال، ما تيجي نجرب نجيب الفاكهة من الست دي، شكل الفاكهة عندها حلو. ماشي ماشي يا عبد، تعالى كده نشوف. يا بيه والنبي، فاكهة حلوة زي ما انت بتقول يا بيه. عندك ايه بتقولي يا ستي؟ عندي بطيخ وموز وبرتقال ومانجي وتفاح وكوك وعنب وكل اللي انت عايزه يا بيه. طيب يا ستي، شوفي شوفي يا حنان، هتشتري ايه انت والولاد؟ ماما ماما، ايوه يا عزام، عايز ايه؟ عايز بطيخ يا ماما. وانا يا ماما عايزه موز، عايزه موز. حاضر خلاص، نجيب بطيخ وموز. بس انا بحب التفاح كمان يا حنان. خلاص ونجيب تفاح، اقول لكم نجيب كل الفاكهه اللي عند الست، نجيب من كل حاجه كده كيلو كيلو كيلو. او النبي يا بيه، والنبي يا بيه، ما هتلاقوا زيها في السوق كلاته. والنبي يا بيه، اسعارك كام يا حاجه؟ والنبي اسعاري رخيصه خالص خالص يا بيه، بس جرب وانت كل يوم هتيجي السوق هتلاقوا ان يعني الفاكهه بتاعتي ما زيها ابدا في السوق يا بيه والله. طب وزننا يا ستي من كل حاجه كيلو. عيني يا بيه عيني من جوه، خدي خدي يا حبيبتي، خدي يا عسل، دوقوا دوقوا فاكهه قبلتك. الله الله يا بابا، ممكن ندوق؟ دوقوا فاكهه، دوقوا يا اولاد، دوقوا، مش مشكله، دوقوا، شوفوا الحاجه بتقول ايه. دوقوا فاكهه ستكم ام محمود. ماما اسالوا على عيني، اسالوا على عزام السوق، قولوا فين الست ام محمود، مين واحد يدلكوا عليا على الفاكهه بتاعتي. والله لو لفيتوا كل السوق. وانا كمان. حاضر يا حبايبي، حاضر. وعيني يا حبيبي، انا عايز اناناس. عيني ده عندي جناناس، جناناس ما فيش زيه خالص يا حبيبي. عيني التنين يا حاجة، اعزمي لي 2 كيلو تفاح. حاضر يا هانم. عيني وانا 2 كيلو موز لو سمحتي. حاضر يا بيه، حاضر. عيني احنا اشترينا فاكهة كتير قوي يا حنان، مش عارف هنوديها فين، انا خايف لا تبوظ. ما تخافش يا عبد، نعمل فاكهة، سلطة فاكهة ولا حاجة للأولاد كل يوم يفطروا بيها الصبح. ماما أنا عايز كل يوم تعملي لي عصير، عصير موز باللبن، عصير بطيخ كده يعني، ظبطيني بقى. حاضر حاضر يا حبايبي، هظبطكم، عندنا الفاكهة كتير والحمد لله. شفتي يا ست الحجرة؟ شفتي احنا اكتر ناس اشترينا من عندك اهو، يعني المرة الجاية نيجي تعمل لنا خاص. او النبي ده وشكوا حلو عليا، ده الزباين عليا واقفة كتير قوي. حاضر عيني، اما تيجي المية جاي هعمل لكم تخفيض، عشان انتوا بتيجوا ويجيبكوا ويجي لي زباين كتير من وشكوا الحلو والعسل دي. خلاص يا حاجة، كل اسبوع هنفوت عليكي ناخد الفاكهة بتاعت الاسبوع كلها. عينيا الاتنين يا حبيبتي، عيني. يلا يا عزام، انت وعزة ساعدوني في شيل الفاكهة عشان نعرف نوصل للبيت. ماشي يا ماما ماشي، بس اللي هيشيل اكتر هياكل فاكهة اكتر. انت بتستعبط يا عزام، كل واحد فيكم هياكل على قده. لا يا ماما، انا هاكل المانجا عشان بحبها قوي. طيب ماشي. ماما وانتي يا عزة تاكلي ايه؟ انا هاكل موز يا ماما، بحبه جدا. وبسبس حبيبتي تاكل ايه؟ انا هاكل عنب يا ماما. ماشي يا بسبوسة، كلي عنب يا حبيبتي. خلاص يلا بينا بقى على البيت، علشان احنا اتأخرنا قوي. عجبكم الفيديو؟ اعملوا لايك واشتراك.